أهلا وسهلا بكم في قناة تيف توك. كيفية ضبط مودم تندر في 12 عبر الجوال؟ أولا أقوم بإدخال سلك الهاتف أو سلك الهاتف الأرضي إلى خانة الـ EDSL هنا. بعد تأكد من إضاءة لمبة الـ EDSL في أمام الجهاز، هذا هي لمبة الـ EDSL بعد أن تكون خضراء، أواصل إلى خلف الجهاز. يعني في خلف الجهاز يوجد كلمة سر الواي فاي. أنتقل إلى الجوال الخاص بي وأقوم بفتح الشبكة للاتصال بالواي فاي. بتظهر معي شبكة الواي فاي، بيطلب مني كلمة المرور. أقوم بإدخال كلمة المرور التي خلف الجهاز تماما. هذا كلمة المرور التي خلف جهازي، قد تختلف من جهاز إلى آخر. وأنقر على توصيل، تم التوصيل. أقوم بفتح المتصفح الخاص بي. وأقوم بفتح صفحة الضبط. واحد تسعة اثنين واحد ستة ثمانية واحد واحد. أدخل اسم المستخدم الافتراضي أدمن وكلمة السر أدمن. كما هو ملاحظ هنا. وأنقر دخول. أدمن وكلمة السر أدمن. بيقول لي في شخص داخل، يمكن نوقف لحظة. كما ملاحظ بتفتتح لي صفحة الضبط، وهذا بيكون أخضر يعني أنه تعرف على الـ EDSL. بيعمل لي الضبط التلقائي على EDSL. ألغي الفحص التلقائي وأختر الدولة يدويا اليمن. يمن. اليمن. يمن نت 8 إلى 35. أدخل هنا اسم المستخدم الخاص بي في يمن نت. يوزر نيم. أدخل اسم المستخدم في يمن نت. هنا ادخل اسم مستخدمي، استبدل باسم مستخدمك، وهنا كلمة السر الخاصة بي في يمن. انتقل الى الاسفل، بتأتيني خانة الواي فاي. طبعا المودم بيجي بخيارين، خيار تردد 2.4 وخيار 5 جيجا. اذا ابدأ اغير اسم الشبكة اذا اردت. اكتب اسم الشبكة الاول مثلا ماين، وهنا أغير كلمة السر. وهنا أدخل كلمة السر الثانية. وأدخل كلمة السر. نقول على اوكي. طبعا بتفصل معي اشارة الواي فاي لانه اتغيرت، فانا بنتقل الى هنا واتصل بالواي فاي مجددا. طبعا انا ما كتبت كلمة السر من 1 إلى 9، وهذا غلط. لازم انه تكون كلمة السر أقوى، كلمة السر أفضل. يعني لازم أنها تحتوي على حروف وأرجع. تم التوصيل.
معي جاهزة، الشبكتين سواء شبكة الفايف أو شبكة الفايف أو الثانية جاهزة تماما. إذا أردت أن أخفي الواي فاي عبر الجوال، أنتقل إلى الخيارات المتقدمة أدفانس شمالي في المتصفح، بنتقل إلى خانة أعيش الواي فاي، وانتقل إلى خانة البيزك سيتنج، وأشر على هايد نتورك، والثاني كمان، وعمل أبلاي تشين. لاحظ معي أني بدخل أضيف الآن من شبكة الواي فاي. إضافة شبكة، ماي نت، وأدخل كلمة المرور. تم التوصيل، وبذلك أكون قد أنهيت إخفاء شبكة الواي فاي، وتعلمنا مع بعض كيفية ضبطه عبر الجوال. هذه تحياتي، فضل الموسيقى. أنا تفتكر